صباح الخير وصباح النور البنات، شوفوا التحكيكة اللي صابحة يا اختي مع نط مشهية واحد الفطير. يكون شي حاجة اللي زوينة تتفتح النفس، خصوصا انه تابع خويتكم واحد جري. المهم جبت واحد الخبيزة ديال البلبولة. هنا البنات ما عارفاش شنو كينتظرني في النهار. هنا غادي نمشي، بغا نخرج غير على واحد ود انني نسول على شي تخربيق جاني في راسي، وشي اتصالات ديال التليفون كانوا جاوني باش نتاكد، ولاني اختكم ما عارفاش شنو كينتظرني، غادي نتصدم. فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. الفطور البنات. المهم مرة يا اختي كنبغي نفرح راسي، كنبغي نقاد شي حاجة زوينة. المهم هادشي والله العظيم البنات، لا فاش كنشوف زعما كاين هكا محطوط، هو راه شوف راه تحطي في طويسلات صغار وتزوقي. فاش كنشوف بحال ما هكا هايلا كيعجبني الحال. المهم تنفرح، العين كتاكل قبل من الكريشة. ومقديس هاد الفطير هذا، غادي نفطر ونوض لحقاش عندي الجري برا اليوم البنات. ما كيف ما قلت لكم عندي اليوم بزاف ديال الجري، عندي اليوم بزاف ديال الجري، جيت ما بين المحامي ما بين المحكمه ما بين الجري وجري، عرفتو شنو نقول لكم. المهم انا نديرو غادي نكمل معاكم، غير نحيد من الطريق من هنايا باش نشوف نورهان بعدا كاين غادي تخرج من المدرسة ولادة، ونرجع ثاني نجري اليوم تنشوفوا هاد المشكلة هادي باش غادي تفك، ونشوفوا هاد القوم هادا واش غيحشم ولا لا. شغا نقول لكم، عاتما كتشوفوا البنات خيتكم جالسة في الدروج. المهم هادشي ديال الورد ديال المحاكيم ديال تيبغي الصبر، وتيبغي يعني تكوني مستعدة للتشوجيرة والصبر، وعلى شنقول لكم الأعصاب اللي على بالكم. المهم انا جالسه كنسول من جهه لجهه وكنقلب باش نعرف شنو كاين. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. البارح ما كملتش معكم الفيديو البنات، طليت في الجري جري ما بين المحكمه ما بين هذه ما بين ديك، باش على الاقل بعدا كي نعرف انا اشنو واقع لينا. بقاش نتوما كيما كتعرفوا البنات تنضل في الفيديوهات، جري من هكا جري من هكا، وداك الشيء كنقول. المهم الحمد لله تربيت على يد راجل ماشي شماتة، تربيت على يد الوالد الله يرحمه، كان تعلمني من الصغر تيقول يا بنتي خايب غير الغدر لا تحرامي، الخدمة راه حلل الله سبحانه وتعالى، الواحد هو اللي تيجيبها بعرق كسافه وتياكلها حلالا طيبا وتجيبها لوليداتك وتجيبيها. والحمد لله اللهم لك الحمد، نضلو نجريو نضربو في تمارة ونصورو ونجيب السلعة من هنا وصل لهذا عطي لهذا سميتو، باش على الأقل ما نخلي بناتي مخصوصات من حتى شي حاجة، حلالا طيبا بالحلال. الحمد لله حضنت على بنياتي، كنكبر فيهم كنوكلهم كنشربهم داكشي اللي قسم الله سبحانه وتعالى، حلالا طيبا عرق كتافي، ماشي تنعصر على واحد الكاس ديال أتاي بحال واحد الشماتة في القهوة النهار كامل، نصب على عباد الله ويشفر وما عرفت شنو يدير، ملي تتقادى لي تتقادى لي تتبان لي في بنات خو عاد قاداو فلوس الدار، ياك اشنو ياك عاد الدار كسبناها، ياك عاد فلوسكم ديتوهم، ياك عاد فلوس البنكة داوهم البنات، فين هما الطيارات اللي درسو؟ ها نسيتو البوطة، البوطة شي واحد ملي تشوفيه بوطة طمع فيها ورتها معاك توقعي منه اي حاجة. وانا كنت كنقول انني ما مدخلاش لبناتي الفكرة ديال البقاعي ولا شي حاجة لراسهم، الدار اللي كانوا متشبتين بها وخصوصا النادى زاد عليا في هاد الشمات هذا 5 المليون، قلنا ماشي مشكل الدنيا هانية، زاد عليا التصمصيرة ديال مليون،
كل ورقه دعيت عليك فيها الله سبحانه وتعالى ياخذ لي حقي في الدنيا قبل الاخره. راه عركتها في مره، عرفتي شنو هي عركتها في مره؟ ديتي هادشي كامل طبيتي فيه، بانوا لك ثاني في البقاعي. البقاعي حنا مخلين البقاعي اصلا راه فيهم صداع البنات، فباش تكونوا محطوطين في الصوره البقاعي راه نايض عليهم صداع من شي وحدين اخرين كيجيوهم النيت على داكشي ديال الورث ما الورث ما. المهم البقاعي راهم في المحكمه، انا مخليه الامور للمحكمه، يعني ما على باليش غير هو المشكل اللي عندنا فيه، ومن غير انه ورث غادي يورثوا معايا انا وبناتي وبنت راجلي، فراه راجلي مشروك معاه فيهم فاش كان في الطاليان، وراه داكشي اللي كان راجلي الله يرحمه تيدعي على فلوسه اللي مشاو ليه، على كان في الطاليان تيصيفطو ب 20 مليون و 14 مليون و تتكتب و تدخل راسك معاه، راه الا لحقوك هادوك الدعاوي هادوك بركه، هادوك في الكفايه راه بلا ما يوصلوك دعاويان، بلا ما يوصلوك دعاوي عباد الله اللي تنصب عليهم، بلا ما يوصلوك دعاوي العيالات اللي تغتصبوا، بلا ما يوصلوك دعاوي الدراري اللي بدون نسب مازال تدعى معاهم ما بغيتيش تعترف بهم، بلا ما يوصلوك العيالات اللي تقلعوا عليهم حوايج. المهم اللائحه طويله، انا تنسكت على حقي، تنسكت على حقي بحال كيف ما وقع في الموت ديال راجلي، يعني ما هضرتش معاهم الدوليه القاعه، ما هضرتش معاهم ديك قلعت ليا الطوموبيل، ما هضرت معاهم في حتى شي حاجه، ما هضرت معاهم فيها، ولاني فاش وصلت المحاوله ديال بنتي صفيوها لي ضربوها بالطوموبيل، وفاش وصلت الحوايج يبغيو يقلعوهم ليا وانا ناعسه عليهم وتلبس فيهم ويوليو يبغيو تخاطفوا ليا في بيجامات ويقولوا لك نتقاسموا معاك حوايجك، فراه انسان راه تينفجر. راه شوفوا نقول لكم، راه الواحد فاش تتبقى تضغطي عليه تضغطي عليه تضغطي عليه هو مسكين صابر، راه ضروري كينفجر، وانفجرت في وجههم وخديت حقي. وحتى دابا سكت انا، يا خديت الدار كنصلح فيها بشويه بشويه، عطيتهم فلوسهم فوق الطبله، راه حتى شي واحد ما سمح ليا فشي درهم قد هكا، بالعكس انا تزادت عليا 5 المليون حين تبغاتها بنتي، وتزادت عليا مليون ديال التصمصيره، قلنا ماشي مشكل كل شيء بالقانون وبالحساب ماشي مشكل، انا اللي باغا راحت بناتي. صبرت فهاد الشيء كاع كامل البنات، وجيت تنصلح في دويرتي ومصنطه المخي وسميتو، حتى كنتفاجئ الناس تقول لي نوضت قاعده راه السيد راه تيتفاهم لك على البقاعي بغى يبدا يبيع فيهم، نايض فيهم الصداع. علاش؟ عرفت شوفوا القوالب كيف دايرين، ياخذ هو الفلوس يشدهم صافي، راه تخير في البقيعات اللي بغى ويخلي لنا حنا الصداع وتبرزيتو سميتو، وراه القيب صالح كامله ما كاينش اللي ما عارفكش بالله، راك نصاب وشفار وتبدا تنصب على عباد الله بسميتي انا وبسميه بناتي، راه من خلال هذا الفيديو هذا الناس ديال القيب صالح، راه انا راه ما كنهضر معاهم، راه ما كنتفاهم معاهم على شي حاجه، راه ما في راسي حتى شي حاجه، لحقاش فاش كنمشي لشي بلاصه ولا شي مصلحه ولا شي حاجه كنتلاقى مع الناس، كنتلاقى مع النجار ناصب عليه كتقولي ليه راه مرت عبد الرحيم اللي شاده الفلوس، راه الفلوس راه عندها تنشدهم ونعطيهم لك، انا راه ما شاده حتى شي حاجه عباد الله، ما شاده راه ما عندي حتى شي حاجه عباد الله، ما عندي، راه كل شيء بالقانون وكل شيء كيمشي في القانون، كل واحد كيدي حقه، راه ما شاده حتى شي واحد حقه عباد الله. تنصبي على مولا اليمينيوم تقولي ليه راه الفلوس عند صباح هي اللي شاداهم، تنصبي على شحال من واحد وانت وانا تنصلح في داري هنا وانت تتصلحي في دارك ليه، وتتقولي لعباد الله راه مرت عبد الرحيم راه مرت عبد الرحيم، ورا انا ما شاده حتى شي حاجه عباد الله، وعباد الله راه ما تنهضر مع حتى شي واحد، راه ما يبقاش ينصب عليكم بسميتي انا راه ما شاده حتى شي حاجه، راه فلوس البنكه راه حنا وقسمناهم شحال من عام هادي، راهم وداو هما فلوسهم داو حقهم، وانا ما في راسي حتى شي حاجه، حتى ما عداش شي 3 شهور ولا شهرين وشي حاجه، عاد باش في خباري هذا مشيت للبنكه وشديت حقي انا وبنياتي، وما كانوا شادين حقهم، راه داروا الاراثه بلا خباري انايا، وراهم شدوا حقهم في كل شيء، انا راه ما كنتصرف حتى شي حاجه، راه داك الشيء في يد القانون، راه في يد المحكمه، يبدا ينصب عليكم شي حد، يبدا يقول لكم شي حد لا حقه، راه هي محتاجه الفلوس باش تتصلح الدار ولا شي حاجه،
راه انا ما في راسي حتى شي حاجه، ما في خباري حتى شي حاجه، ما ندير الايد مع حتى شي واحد، كل شيء خاصو يمشي قانونيا، كل شيء في ايد المحكمه. اللي قال لكم شي حاجه من غير هادشي راه غير بغى ينصب عليكم، ويلا حساب ليه، وهذا راه تحذير لي، اتونسيون مني، اودني منه. الا حساب لك انا هما ايت عمك اللي يلا نصبتي عليهم في البقعه وديتيها ليهم يلا هادي شي 15 يوم ولا شي حاجه، فراه انايا راه مرمص، راه كيف ما حكيتك على الدار وكيف ما وقفتك عند حدك، راه حتى دابا راه تبقى تضغط عليا، تبقى تضغط عليا، راه شي نهار غادي نفجر في وجهك، راه شي نهار غادي نخلي فقيب صاحي كامله تهضر عليك، ابتداء من ولد قرقوريه للدري الثاني اللي تدعي معاه على اثبات النسب، على العيالات الاخرين اللي كان عندك الدعاوي ديالهم ديال الاغتصاب وديال زيد وزيد وزيد زيد عليها النصب والاحتيال في الطوموبيلات، وزيد عليها وزيد عليها وزيد عليها، راه شي نهار نفاجر ليك راه ما يبقى عندي ما يدار، راه نحط هذوك البيجامات اللي صار ربح فيهم ديك 10 دراهم وسميتو حلالا طيبا ونتوقد ليك نتايا. ها ربي عطيني الثقة، عطيني اتساع، فوت عليك ليتامة، فوت عليك فلوس ليتامة، راه ما يخرجوش لك خير، فوت عليك فلوس ليتامة، ديتي داكشي اللي قسم لك الله سبحانه وتعالى، اللي من رزقك راه حلال عليك، اللي ماشي من رزقك انا معاك حتى الغدا قدام الله سبحانه وتعالى ونتحاسبوا فيها. وباش الدور الجوايه اخرين وتبدا تنصب على عباد الله بسميتي انا وبسميت بناتي، راه اتونسيون مني، راه الوجه اللي كان مشروك لينا راك الله ياخذ فيك الحق وصافي، الله ياخذ فيك الحق وصافي. اش غنقول لك، وبنادم وما تيشبعش، عرفتي كانوا كيجيوني بزاف ديال لي ميساج ديال العيالات اللي تقولوا لي صباح راه حنا ها وقع لينا وها وقع لينا وها وقع لينا باش تنصحينها، باش ننصحكم وعودوا ردوا بالكم. شو انا دابا مشيت تلاهيت مع شحال من حاجه وتنقول هذا الشيء راه في يد القانون، في يد المحكمه. فاش مشيت للمحكمه البنات كنتفاجئ بسميتو ان راجلي ما كايناش سميتو في الدوسي، الدوسي راه هو رجع للفقيه بن صالح، رجع من بني ملال لانه كان في الاستئناف تقريبا في بني ملال، ورجع لهنايا للفقيه بن صالح وراجلي ما كايناش سميتو، مع العلم ان فينا هما الوراق، مع العلم البنات ان راجلي كاين في ها الاثبات، راجلي كاين في الوريقات ديال البقاعي، كاين هو وهذا خو، وهذا خينا هذا مول الفيديوهات، ويلا تقاداو ليك ويلا ما صطيت حتى شي حاجه وحفات ليك وغلبك الزمان، سير دير حدا الجامع، والله الا دير حدا الجامع، دير واحد الطبق ولا واحد الصينيه وجلس حدا الجامع. اما باش تاخذ فلوس ليتامى راه والله العلي العظيم ما يدوزلك الله سبحانه وتعالى. راه اللي كياكل فلوس ليتامى واللي كيدي ديال الدراري الصغار راه بحال شرك بالله سبحانه وتعالى. هادشي في الدنيا هادشي انت ما كتفهمش فيه، هادشي ما تتعرفش ليه، لان كنت تعرف ليه كاع ما تاخذ ليهم بوطه تورت معاهم فيها، كاع ما تنوض فيهم الرعب، كاع ما تاخذ مليون ديال التصمصيره، فاش جاتك هاد مليون ديال التصمصيره نصب والاحتيال ولاني ماشي مشكل، انا راه عطيتها على قبل راحه بناتي، ربي كيعوض والحق تيبقى يدور يدور حتى يرجع لمالي. وهاد البقاعي هادو انا الا كنت ناعسه عليهم وما كنتش مسوقه عليهم وتنقول ماشي مشكل، ما مدخلاهمش لبناتي اصلا راسهم باش بناتي يقنعوا بداك الشيء اللي قسم لنا الله سبحانه وتعالى، وبناتي يمشيو معايا على قدر المستطاع، داك الشيء كيبقى غير ورث ديال باهم، جابوا لنا الله سبحانه وتعالى راه غيقراو به ويديروا به شي حاجه، ما جابوش لينا انا غادي مضاربه معاهم مع الزمان، وتجي حتى تبدا تطمع فيه وتبدا تنصب على عباد الله بسميتنا حنايا، راه ابدا 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 ما غاديش نسمح لا ليك ولا لغيرك. انا شاده ثقاري فيا، ولكن تبقى تحك عليا راه غادي نتفركع عليك الصقع، راه غادي نتفركع عليك الصقع، وياك ثم وياك من العيالات.
ان العيالات في هذا الوقت هذا راه احسن من الشمايت، راه تنضل ندور عليك، راه صباح وعشيه كتشوفني تندوز من قدامك صباح وعشيه غاديه، وصل هاد العجيب هاد العجيب، امال تارت تضل العصر النهار كامل على براد ديالتي وما تتخلصوش، تتقلب على اللي خلصوا ليك. الا عييتي بالجلسه وحفات لك ما تطي ما تاكلي ما تطي ما تشربي ما والو، سير طلب عري على دراعك كيف سيادك وكيف لالياتك، وجيبها حلالا طيبا وكلها الوليدات، ماشي تبدا تنصب على عباد الله بسميتي انا وبسميت بناتي، بناتي راهم بعادات عليك، وياك ثم وياك مره اخرى نصيبك بديتي شي لعبه ولا شي حاجه. ها هما الوريقات والاثباتات، انا كنت ناعسه على راسي كنقول ماشي مشكل، ولكن انا غادي نتوقت لك، لان هذا الشيء خاصو يمشي قانونيا وخاص تسميه راجلي تدخل المحكمه، ماشي كاينه غصميتك حتى يا داير حتى شغلك. ما انا هادشي والله ما تفهم ليا صراحه، الله عييت ما نقلبو سميتو ما تفهمش ليا. ليلى هي الله وصافي، ليلى هي الله وصافي، والله البنات عرفتو كا تتكوني انت كيما على بالكش ناعسه، ما عرفت هادو خيمه الصداع راه معروفين في قايد مصالح كامله تيقولوا لي مع خيمه الصداع، واش تتوحشوا الصداع وتينوضوا يبداو يقلبوا عليه، واش لحمهم تياكلهم خاصهم اللي يمرمدهم اللي يحكم على الارض، واش ما عرفش شنو راه كنتقى فيكم وجه الله سبحانه وتعالى. والله الا على وجه الدم وعلى وجه المرحوم وتنقول ماشي مشكل، اما راه والنامسين فاش نصبتوا على اي تعمكم في البقعه الناس بعدا يعرفوا، خاص الناس يفهموا، الناس ديال الفقيه وصات خاص يعرفوا هاد الناس هادو علاش مشات ليهم بقعه هكاك هباء منثورا. ولكن انا كنقول ماشي خليهم بيناتهم دبر راسهم ماشي شغلي، لحقاش انا فاش كنت في المحنه ديالي كان بنادم كيتلاقى معايا وكيقول لي بقيتي فينا وهادي وهادوك، ولكن حتى شي واحد ما قدر انه يواجههم، حتى شي واحد ما قدر انه يهضر، حيت عارفهم ديال البلا وديال الصداع وديال المشاكل، بنادم تيبعد من الصداع والمشاكل، بقيت انا بوحدي في وجه المدفع والحمد لله ربي نصرني عليكم، لان الله سبحانه وتعالى راه ما كيرضاش بالظلم، وحتى دابا الا ما مشيتيش تكمشتي فراه كاين القانون، كاين الجمعيات الحقوقيه، كاين الجمعيات ديال اليتامى نعطيهم انا على الوريقات وهما يترافعوا لبناتي على حقهم، حتى ناخذ حقي ثالث ومثلث، انا مطالبه حتى شي حاجه ما طالبه، طالبه غير بنادم يعطيني اتقار ويعطيني اتساع ويمشي داك الشيء قانونيا، حتى كل واحد يشد حقه بالقانون، اما ديك التحراميات وداك التصمصير الخاوي وداك النصب وداك الاحتيال فراه نشم ريحته الصقع راه نتقعد ليك. الدار اللي كانت هامه بنياتي فراه انايا زدت 5 مليون وزدت مليون، وسمعت المعيور وسمعت الغوات وسمعت السبار وسمعت بزاف ديال الحوايج، وصبرت على وجهنا دونوران حتى خديت ليهم الدار اللي كانوا كيحلموا بها ورجعت ليهم حق باباهم. ولكن هادشي ديال البقاعي راه ما نشعرش بيه، راه ما سوقيش فيه، راه نبقى تنوقفك على حدك، راه نشد معاك فوق السلك على قبلهم. علاش؟ لحقاش الظلم راه كما كيبغيش الله سبحانه وتعالى، فحذاري ثم حذاري. والعيالات الله يرحم لكم الوالدين، هذا الفيديو هذا بارطاج رجالتكم تشوفوا يشوفوا الناس، لحقاش انا بعدا كاين من بعد الواقعه ديالي بزاف ديال العيالات وبزاف ديال الرجاله اللي اقتنعوا بانه راه ما بقات لا خاوه لا حتى شي حاجه، راه الطمع والفلوس راه قتل الخاوه، قتل الانسانيه، قتل الضمير، قتل بزاف ديال الحوايج، قتل المبادئ، قتل بزاف ديال الحوايج. دابا ولا بنادم عيني خارجين على الفلوس طامع تيبقى يبان لي حتى شي حاجه، اللي عندها شي وليدات الله يرحم لكم الوالدين، اللي عندها شي بنيات خصوصا البنيات امنوا لهم مستقبلهم، والا ما تولدوهمش باش ما راه انسان ما كيعرفش باش يتلى، ما كيعرفش شكون السابق الموت والحياده في الدنيا، راه غتخلي وليداتكم غير في التكرفيس وتخليو كبتكم كبتكم كتجيبوها وتولدوها وتبنيو وتعلي وتضربوا تبارا، وفي الاخر تيجي واحد ما عمرك ما سمعتي بيه، ما عمرك كاع ما عرفتي، تيدخل يفرتك ليهم الشمل ويدي لهم رزيقهم ويزيد. الورد راه حل الله سبحانه وتعالى ماشي ما حلوش، ولكن راه عنده شروط ديالو للاسف في هذا الوقت هذا، راه بنادم راه ما بقاش يعرف لا شروط لا حتى شي حاجه، تيعرف
مات فلان راني تنورد فيه نمشي اش خلق اش دار ارى لي حقي نزيد في حالي. ما تعرفوش بان هادوك اللي تام الله سبحانه وتعالى مادام دار ليك حق في الورث ديال باهم والا خاصك تعصب عليهم وخاصك توقف معاهم وخاصك تشوف شنو خاصهم وخاصك تقريهم وخاصك تهزهم. هادشي ما تعرفوش. انا ما يهز بناتي حد، ما يقريهم حد، ما يعطيهم على التقار، على التقار هالعار يخليو ليهم على حقهم. زادي راه هادشي اللي كنقول لكم العيالات راه غايجي واحد النهار وغادي توصلوا لي، لان المشكل ديالي انا راه ماشي كنجي كنعاود لكم على مشاكل عائليه تافهه ولا شي حاجه، هذاك الشيء بيني وبين خوتي وبين كنسد عليه لانه تافه، لكن في هذا الحق هذا ديال الورث وديال حق ديال اليتامى وديال العيالات فاش كيترملوا وديال هاد المواضيع هادي اللي كتمس كل مره انا كنهضر عليها باش تبقاو تردوا ليها البال البنات. الله يرحم لكم الوالدين لحقاش راه كنصيب بزاف ديال الحالات بحالي وتا همايا كيبدا يتكال ليهم الحق ديالهم، تيجي عندي تقول لي صباح اشنو نديروا، صباح ردوا بالكم في الاول لا مشات تافات الفوته البنات والامانه الدامات، وقفوا على حقكم بالقانون وسيروا عند محامي سولوا، سيروا عند النوتير سولوا، ما تبقاوش ناعسين البنات. راه في هذا الوقت راه ما بقات لا خاوه لا انسانيه لا حتى شي حاجه، ما كاينها ناكل لك حقك وصافي. والسلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون تحذير، كنتمنى هذا الفيديو هذا بنادم يعطيني واحد الثقار واحد شويه. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين بلا ما تخليوني انني نبدا نلتجئ للجمعيات الحقوقيه ونلتجئ لشي منابر اعلاميه وسميتو باش نشد حق بناتي. خليو داكشي يمشي قانونيا وسير تكمش وسير تجلس الارض، سير حيد منك هاد التحراميت وحيد منك التصمصير الخاوي وسير تكمش وسير تجلس الارض وخلي عليك بنات خوك في التقار. راه ذنوبهم راه والله ما يخرجوا لك طريفه، راه كل نهار غادي يجي للسبيطار، كل نهار غادي يجي للسبيطار، لا طول لك الله في العمر الا باش تخلص في الدنيا قبل الاخره. وسير تكمش الصداع البنات. المهم انا لابسه حوايجي وسميتو، من بعد ان شاء الله غادي تشوفوا اشنو غادي ندير. تهلاو ليا في راسكم وبالسلامه عليكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.